أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يطعن في علماء هذه البلاد ويقول ما عندهم إلا الأصول الثلاثة وشروحات آل الشيخ، فما نصيحتكم لنا حيال هؤلاء؟ هذا طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الصحابة والأئمة الأربع، وقالوا أن الإمام أحمد تكفيري وأنه يتبع للسياسة، ولذلك أبى أن يقول بخلق القرآن في مسألة سياسية ما هي بدين. قالوا هذا في الأئمة، فكيف بنا نحن؟ أهل الأهواء ما يستغرب عليهم شيء من الكلام، لأنهم يقولون ما يريدون، ما يقيدهم دين ولا يقيدهم عقل، وإنما يهذون بما يحلو لهم، فلا ما لا يلتفت إليهم، الحمد لله. طيب، ثلاثة الأصول وشروح آل الشيخ، هل هي خارجة عن الأدلة ولا تبع للأدلة؟ إذا كان فيها شيء مخالف للأدلة يبينه لنا، نحن طلاب حق، ما احنا بطلاب آل الشيخ، نحن طلاب حق. فإذا كان في كلامهم شيء مخالف للدليل فنحن نبرأ إلى الله من ذلك، أما إذا لم يأتي بمخالفة وإنما أكل الغيظ قلبه على آل الشيخ لأنهم قاموا بنصرة التوحيد والدعوة إليه، هذا لا عبرة به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.